مباريات جولة يوم التأسيس، الجولة 21 من مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين. استضاف التعاون ضيفه الأخدود على ملعب نادي التعاون في بريدة. البداية من أصحاب الأرض، موسى بارو في تسديدة يخطئ الحارس باولو في التصدي لها، هو هدف أول للتعاون. وبعدها بأربع دقائق التعاون يتجلى بالإبداع، وآدم ينفرد ويضعها في الشباك، وهدف ثاني للذئاب. يفتك الكرة كاسترو، خطيرة عند عبد الفتاح، للثاني فتاح، للثاني فتاح، للثاني فتاح، للثاني فتاح، يا سلام يا سكري، يا سلام يا سكري. والمتألق موسى بارو في تسديدة يسرى انتهت بجانب المرمى. الأخدود في محاولات قليلة كتسديدة كولادو ومايلسون يتصدى لها. وفي الشوط الثاني الأخدود عبر عرضية متروسا أرباعي سعيد يسدد، وهدف التقليص للأخدود. الأخدود تصويبة يسجل الهدف الأول سعيد أرباعي، أول الأهداف وتقليص النتيجة من سعيد أرباعي، إذن يسجل سعيد. البديل التعاوني الكويكبي يتلقى تمريرة في مرتدة من موسى بارو لينفرد، وباليسرى يضع الثالث للتعاون. كويكبي الكرة التعاونية، يا سلام، أيو بداية كويكبي، أيو بداية. تسديدة صالح الحارثي بعيدة عن المرمى لينتهي معها اللقاء. التعاون بثلاثية مقابل هدف ينتصر على الأخدود، ليرتفع رصيد التعاون للنقطة 38، بينما الأخدود على رصيده السابق ب 23 نقطة. التعاون سيكون ضيفا على الوحدة في مباراته القادمة، بينما الأخدود سيستضيف الرياض.